رامي عامر على التنفيذ، لعب الكرة رامي، العرضية المرسلة من أدهم غندور، خطأ يا عبد اللطيف نعسان، أخطأ، نعم أخطأ عبد اللطيف نعسان، وأدهم غندور بتسديدة كانت تعتبر، كانت مباشرة على المرمى إذن، والهدف الأول في هذه المواجهة لمصلحة فريق الوثبة، والهدف الأول لفريق الوثبة في هذا الموسم يبصم عليه أدهم غندور. ركلة ثابتة، بهاء قاروط على ما يبدو على التنفيذ، وأدهم غندور، هل ستكون تسديدة من بعيد؟ أدهم غندور والهدف الثاني لمصلحة فريق الوثبة في هذه المواجهة، يخطئ مرة أخرى عبد اللطيف نعسان ويسجل كذلك مرة أخرى أدهم غندور، هدفين لأدهم في هذه المواجهة بتسديدات بعيدة، يستغل أخطاء عبد اللطيف نعسان في هذه المباراة.